السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد. هذه المره غادي نهضر لكم على شي بعض البرودويات وعلى البارفانات اللي شريت هاد الاواخر هادو اللي عجبوني بزاف وبغيت نشارك معكم. المهم هاد المنتوجات كلهم من افون. اول حاجه غادي نهضر لكم عليها هو واحد الماء، عفوا هاد الماء هذا شنو كيدير؟ هو كينشف لينا الصباغه الا كنا مزروبين. مثلا حنايا فاش كنكونوا مثلا دايرين صباغه للاطفال ديالنا وفاش كيكونوا زربانين كنقدروا كنقيسوا شي حاجه ولا شي حاجه ولا كنبغيو نلبسوا صنداله ولا صباط وكتبقى تخربق لينا الصباغه ديال الطفل ديالنا. قبل ما يطالنا بحال هذاك المشكل هو انه هو فاش تكونوا دايرين الصباغه ديال الطفل ديالكم هاد الماء هذا تشدوه بهذه الطريقه هذه وترشوه كامل على الطفل ديالكم باش ينشف دغيا وبسهوله. هذا كينشف الصباغه ودير بحال لاكا، بحال درنا لاكا الشعر ديالنا كيبقى يقصح لك الصباغه بالزربه. هذا ما بقيتش عاقله على الثمن ديالو، هو منتوج ديال افون. بالنسبه للناس اللي غيسولوني غيقولوا لي واش افون في تيندا ولا لا، افون راه ماشي في تيندا. وكيكونوا انا كنشوف بزاف ديال البنات في الكومنتاريو لتحت كيبقاو يكتبوا البنات اللي باغيين ياخذوا من افون وكيبقاو يحطوا لكم حتى النمره ديال التليفون ديالهم ولا خيمان فين تقدروا تتواصلوا معهم. المهم الا كانت شي بنت كتبيع في افون وكتبيع كاع كتصيفط كاع الناس اللي كاينين وسط اسبانيا، تخلي الكونتاكت ديالها تما في التحت ديال الفيديو باش يشوفوا البنات ويقدروا ياخذوا من عندك يشريوا من عندك. المهم الحاجه الثانيه اللي خديت من افون هو هاد الصباغه ديال الاطفال من ماركه مارك اللي كيعجبوني صراحه. عندي بزاف ديال المنتوجات ديال مارك. كما كتشوفوا هذا اللون هذا زوين بزاف صيفي. انا غنجبد لكم الريفيرنسيه ديالو اللي بغات تاخذ هذا اللون هذا. هذه هي الريفيرنسيه ديال هذا الكولور هذا. والصباغة هذه خديتها حيت كانت عندي، خديتها في ميركادونو كانت عندي ونشفات ليا وكنديرها سفسف صراحه زوينه كتخلي الظفر زوينين بزاف. هاد جوج اللي خديت وغنوري لكم دابا. غندوز في البارفانات اشنو خديت. من البارفانات ديال افون خديت هاد فيفا لافيتا. كما كتشوفوا كتكتب، ماشي كتكتب بحال السبنيوليه، كتكتب كتكتب في اي تي ا كما كتشوفوا. وهاد البارفان هذا الديكوراسيون ديالها زوين والريحه ديالها زوينه، راه الناس اللي جربوها غادي يعرفوا بلي هاد البارفان هذا زوين بزاف، الريحه ديالو زوينه منعشه كتصلح للصيف ماشي دوك المجهدين. البنات اللي كيعجبوهم الروايح منعشين يعني ماشي فورتيس ننصحهم بهاد الريحه هذه. راه رشيتها صراحه زوينه بزاف، كتشم بحال ريحه الورود، زوينه بزاف منعشه، ماشي شي حاجه اللي تقدر تدوخك في الصيف. الريحه ديالها زوينه بزاف، يعني كتشم بحال هكا يعني سوافي ولا دولسي، ما كتشمش مجهده. المهم هذه هي الاسم ديالها اللي بغات تاخدها. ننصحكم بهذه الريحه هذه، الريحه ديالها زوينه بزاف. ومن ماركة ايف هاد الماركة هادي خديت هاد الريحة هادي اللي زوينة بزاف تاهي عجبتني. غنوري لكم الشكل ديالها زوين. هاد الريحة هادي كانوا دايرين في هاد الماركة هادي كانوا دايرين صفرا وهاد الموفيو ملاصقين بجوج. بالنسبة للناس اللي شراو هداك النوع اللي ملاصق بجوج، فيها هاد الموفيا وفيها صفرا وكيتلصقو بجوج، وفاش كتبغي ترشيهم كتحل ليهم وكتقدر ترشي من هاد النوع من هاد النوع. دابا شنو دارو؟ شدو الموفيا داروها في هاد الشكل هذا وشدو الصفرا حتى هو داروه في هاد الشكل هذا، يعني ولاو كيبيعو كل وحدة مبقوش كيبيعوهم مزادين. المهم هاد الريحة هادي صراحة زوينة بزاف 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 بزاف. جوج الروايح ننصحكم بهم وغادي نرش باش نوري لكم بحالاش الريحه ديالها. زوينه
بزاف وكتشم بالنسبه ماشي فوارتي ولكن كتبقى كدوم بزاف الحوايج. هذه 3 ايام وانا كنديرها الصراحه زوينه بزاف بزاف بزاف، حمقوني هاد جوج ريحات. المهم البنات هادو هما المشتريات ديالي الاخيره اللي خديت، نتمنى يعجبكم الفيديو ونتمنى نكون فدتكم كما ديما، ولا عجبكم الفيديو ديروا لي بزاف ديال لي لايكات وشكرا بزاف. تمره اخرى ان شاء الله بسلامه.